هذه بالفعل أحدث نسخة من سيارة سيات ألتيا XL، تبدو كديناصور بشكلها الأنيق وموديلها الجديد، لكن الشكل ليس كل شيء. فموديل عام 2015 هو سيارة عائلية مزودة بأحدث التقنيات. نختبر السيارة بتجهيزاتها ذات النوع 4U التي توفر المزيد من وصفات الراحة. شكلها الخارجي لم يتغير كثيرا منذ عام 2009، فهي لا تتمتع بلمسات التصميم المميزة لجميع موديلات سيات الجديدة، وتبدو وكأنها من الطراز القديم. الزبائن معتادون حاليا على تصميم آخر للسيارات الناقلة، ففي حين تتسم السيارات الناقلة الحالية بالزوايا والحواف المستطيلة، تتصف ألتيا بالمنحنيات وبالتفاصيل الرياضية. والذي لا يبحث عن سيارة ذات زوايا وحواف مستطيلة، فألتيا XL تلبي طلبه. الاختصار XL يدل على الضخامة، والرقم 4 يدل على أنها رباعية الدفع ومناسبة للطرق الوعرة. محرك TDI الذي نختبره بسعة لترين، وهو رباعي الدفع ومناسب لسفر كامل العائلة في عطلة الشتاء مثلاً. محرك TDI بسعة لترين في السيارة التي نختبرها قدرته 140 حصاناً، التعشيق سداسي سهل الاستعمال، والسرعة القصوى 198 كيلومتراً في الساعة، وتتسارع السيارة بعشر ثوان فاصل واحد إلى 100 كيلومتر في الساعة. الشركة تقول إن هذه السيارة تستهلك 5.7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر، لكننا لاحظنا استهلاكاً أكبر. باستهلاك 6.5 لترات تعتبر ألتيا اقتصادية، وهذا يمكن من القيادة لمسافات أطول أثناء العطلة، لكن المقعد قاس وليس مريحا على المدى الطويل. داخل السيارة يبقى بسيطا، وهذا أمر غير سيء وليس به ما يزعج العين. يمكن طي المقاعد الخلفية بحسب حجم الأمتعة وطول الراكبين، وهو ما يوفر فراغاً سخياً يبلغ 532 لتراً للتخزين. المقود جيد الثبات ويمنح الفراغ الداخلي مظهراً رياضياً. لوحة التجهيزات تبدو إجمالاً مرتبة، لا توجد أزرار كثيرة غير ضرورية، وأرى أن التصنيع جيد نسبياً. ألتيا XL تتمتع بسلوك رياضي ومواصفات عملية تقنع المشترين. على الأقل لا ينظر المرء من الخارج حين يقود السيارة. سيارة الاختبار هذه تكلف في ألمانيا 25,890 يورو. ألتيا XL تناسب الآباء الذين يريدون نقل عائلاتهم، وفي الوقت ذاته يكونون متعودين على القيادة الرياضية ولا يريدون التخلي عن أي من الأمرين.